تعالوا نشوف التوينز اللي مع بعض دول. الجيب شكلها التحفة، شايفين الكمر وكمان الزراير اللي موجودة شكلها حلو قوي من جوخ، وكمان الكود بتاعها او البلطو حلو بتفاصيله. شايفين شكل الجيب فظيع بجد، من الموديلات الحلوة قوي قوي اللي موجودة في الكوليكشن ده لنور الزين. جوخ حاجة محترمة ناعمة، علشان في ناس بتشتكي ان الجوخ اوقات بيكون جامد قوي او يعني مش طاري، مش بنعرف ان احنا نتعامل معاه، فبتبقى الكوبي شو مش مظبوط قوي. لا هنا كل حاجه مظبوطه جدا، شكله حلو قوي. لسه له الوان تانية هوريها لكم، والمقاسات موجود من ميديم ل 3 اكس لارج.